وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عقاب من يأمر الناس بالمعروف ولا يأتمر به، وخطورة شأن من ينهاهم عن المنكر ولا ينتهي عنه. ففي حديث الحب بن الحب رضوان الله عليه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة في النار تندلق أقتابه، يدور بها كما يدور الحمار برحاء حتى يطيف به أهل النار، فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فجعل الله تبارك وتعالى عقابه في النار أن جمع عليه الخلق على هذه الصورة المزرية تندلق أقطابه من بطنه، والأقطاب جمع قطب وهي المصارين، تخرج من دبره يدور بها كما يدور الحمار برحاه حتى يجتمع عليه من شناعة منظره أهل النار، فيسألون متعجبين: هذا آمر الناه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان فوقنا في ظاهر الأمر مرتبة إذ يأمرنا وينهانا، فما الذي حطه في هذا الدرك الهابط ونزل به إلى هذه المنزلة المتدنية؟ ما لك يا فلان؟ يعرفهم ويعرفونه، يذكرونه فيتذكر: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ولا مجال للإنكار: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.